إكسبرس إف إم الأخبار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورتين الطبوب يؤكد خلال المؤتمر 18 للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين أن كل الأضواء الحمراء اشتعلت، ولذلك لابد من الجلوس إلى طاولة الحوار دون إقصاء أي طرف في سبيل مصلحة البلاد. تونس ما عادش نجم تصبر، الناس الكل لازمها ثبلها رجلها، الناس الكل عندها أخطاء، ما تنجم تبنيها الوطن هذايا لأن وين باش نعيشوا الكل؟ هاي سيدي شق نقبلوه وشق يطيشوا البحر والناس الكل تخطر، وما تماش واحد كامل، الكمال لله، والناس الكل تبني قدام، وتو أنا الأوان يزي الأضواء الحمراء كلها شعلت، تو الناس الكل تقعد على طاولة وتوجد الحل تونسي تونسي. ما هيش اليوم باش نحكي على السيادة الوطنية ونحكي على مكانة البلاد نتاعي، وأنا مازلت مادي داير برا تحت رحمة زايد ولا عمر كذا، وباش يستغلوا ضعف نتاعنا وباش يفتكونا من بعضنا. وتحدث الطبوب عن مقاربة اتحاد الشغل فيما يتعلق بالدعم، مضيفا أن الاتحاد لن يقبل رفع الدعم في ظل تدهور الوضعية الاجتماعية للعائلات والمضمونين الاجتماعيين. هو دبوس الغاز هذيك العادية نتاع الشعب التونسي، خليه ما طلب، قلنا سيدي الاسترونات والودلة والقهاوي وغيرها وكذا البريفي، برا عملوا دبوس بولير أخرى وبرا حط التريبل ولا الكوادريبل نتاع السوم نتاعها، فهمني هذيك على روحك، وخلي الزوالك باش يعيش، خلي باكو حليب للزوالك وشوف برا القهاوي وغيرها عبد لها باكو حليب نوع آخر وبرا زيد على روحك مني كذا. أما أنت اليوم بتجي تحت دعم وقال شو دعم نعطيه للعائلات المعوزة واللي ياخذ في 400,000 معناها في الأجر الأدنى، وعندنا اليوم في السلاساس الأغلبية نتاعها عندنا 800,000 واش فيهم 710,000 ياخذوا في الجراية من أجل الأدنى مطلقاً، مناش ماك الديكلاراسيون ما سبوهاش نعرف عليهم، ومناش ما تماش متابعة وما تماش محاسبة. أفاد مرصد رقابة بأنه تلقى مراسلة من رئاسة الحكومة عن طريق هيئة النفاذ للمعلومة تؤكد عدولها عن التنقيحات التي تمت المصادقة عليها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء لحكومة المشيشي والمتعلقة بالأمر المنظم للصفقات العمومية. وأوضح المرصد في بيان له أن رد رئاسة الحكومة جاء بعد أن تقدم المرصد بشكاية للهيئة بسبب عدم الاستجابة لطلب نفاذ تم توجيهه إلى القصبة يوم 24 من جويليا الماضي بخصوص الإجراءات التي لم تحترمها الحكومة في إنجاز التنقيح المذكور. دعت الإدارة العامة للحرس الوطني الأولياء إلى ضرورة الانتباه لأي عملية استدراج لأبنائهم التلاميذ عن طريق مدهم قطع حلويات ومحاولة حقنهم بتعلة إجراء تلقيح كورونا. أفادت سفارة سويسرا في تونس مساء أمس أن شركة الطيران إيزي جات قامت ببرمجة 3 رحلات أسبوعية تربط مطار جنيف بمطار ينفيذ الحمامات كل يومي الثلاثاء والخميس ابتداء من 29 من مارس وحتى 29 من أكتوبر 2022. ومن أخبارنا الدولية، أعلنت الهيئة الرياضية التايوانية فجر اليوم أن تايوان لن ترسل ممثلين رسميين إلى حفلي افتتاح وختام الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا. نهاية هذه الجولة الإخبارية، أمنتها لكم صفية المحرر، إلى اللقاء.